الله من صعبها تختلف. والإنسان اللي يبغى ينجح أجل فيه صعوبات صارت أكيد فيه صعوبة مليئة. علمنا واحدة من الحياة. الحياة مليئة بالصعوبات من غير ما أسمي لك الحياة، سواء حياتي أو حياتك أو أي شخص، صح ولا لا؟ صح. إنك تنشد عن اللي صار خلف الكواليس، بجاوبك يا جعل ما يلحقك باس، من الصفر أسست للحلم تأسيس، وبخنجر الإصرار ضحيت بالياس، وعصبت رأسي لأجل كسب النواميس، وكسبت هان وماس يردف هان وماس، وعنيت ساقي ولا حسبت التضاريس، حتى غدالي بين الأجواد مجلاس، هذا وأنا من نسل سادة وفي الريس وبي على أساس وجدي على أساس، ونعودت للجيد ولا مقابيس، قباس أنا يعلي على كل قباس، لكن من شفتك رميت المقاييس، تقول ما عاشرت غيرك من الناس، اتذكرك مع هبوب النسانيس، واحتاج قربك مثل محتاج الانفاس، اشواق قلبي دون غيرك محابيس، ولا على شوفك تضارس تضر راس، اهم شيء لا تنشغل بالوساويس، ترى الفراق احيان يبدا بوسواس، واللي بعد حدود سبع عند بلقيس، انك في قلبي غير عن باقي الناس. الله 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 الله، صح صح منطوقك، صح منطوقك، الله يسعدك ويطول بعمرك. شباب ورونا يا شباب ايش معنا اليوم في